البداية أرحب بوكالة الأنباء الجزائرية. بالنسبة لهذه القمة دأبت منظمة الدول المنتدى الدول المصدرة للغاز على عقد هذه القمم كل سنتين، وهذه السنة تستضيفها الجزائر الشقيقة. أعتقد لهذه القمة أهمية بالغة، خاصة وأن الغاز هو سيكون وقود التحول من الطاقات الوقود الأحفوري إلى الطاقات البديلة والطاقات المتجددة، وبالتالي لهذه القمة ستكون أهمية بالغة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات. المنتدى له أهمية بالغة، حيث أنه به كميات كبيرة الدول المنتدى الدول مصدر الغاز لديها مخزون ربما يفوق 70% من احتياط الغاز في العالم، وبالتالي لهذا المنتدى أهمية بالغة. المنتدى يساهم في 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 تزويد مختلف مناطق العالم بالوقود الغازي، سواء السائل منها أو الطبيعي. الجزائر الشقيقة ودولة ليبيا هما من ضمن دول القارة الإفريقية، والقارة الإفريقية تصدر كميات كبيرة. الجزائر الشقيقة تصدر كميات كبيرة إلى أوروبا، ليبيا تصدر كميات، العالم الآخر الدول بعض الدول الإفريقية الأخرى، مصر، جمهورية مصر العربية وغير عدة دول تصدر كميات كبيرة من الغاز الذي ينتج في القارة الإفريقية، وبالتالي مساهمة الدول منتدى الغاز في 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 التخفيف من أزمة نقص الوقود في أوروبا له أهمية بالغة، ويكتسي أهمية خاصة في هذه الظروف. أعتقد أن باعتبار أن الغاز والنفط الخام وقود يستخدم في العالم منذ فترات طويلة، أعتقد بالإمكان الاتفاق مع هذه الدول على شراكة فيها ندية وفيها اعتراف بالمصالح المشتركة وفيها محاولة مراعاة ظروف العديد من الدول الإفريقية التي تنتج كميات كبيرة من الغاز وتصدره إلى المستهلكين بأوروبا وآسيا ودول أخرى. وفي هذه الحالة شخصيا أعتقد وأدعو أن يتم مراعاة ظروف كل دولة على حدة، خاصة الدول الإفريقية التي بها ثروات طائلة، والآن هناك مخططات كبيرة للمزيد من خطوط الغاز التي ستذهب إلى أوروبا، وبالتالي أرى وأدعو أن يتم مراعاة ظروف كل دولة. أدعو كذلك من هذا المكان أن تتوحد الدول الإفريقية فيما يخص شبكات الغاز وشبكات الكهرباء وشبكات المياه وشبكات خطوط الطرق وشبكات السكك الحديدية وشبكات الكهرباء لمصلحتنا احنا ولمصلحة حتى الدول الأخرى، الدول الأوروبية والقارات الأخرى. بالإمكان الربط الكهربائي مع هذه الدول باعتبار أن ربطنا خطوط غاز، بالتالي يمكن ربط حتى الخطوط الأخرى في هذا المجال. أكرر ما دعوت ليه في عدة ملتقيات إفريقية في السابق، أن تتولى الدول الإفريقية، خاصة المنظمات المهمة في الدول الإفريقية كالاتحاد الدول الإفريقية، كمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، المنظمات الأخرى، أن تتوحد وتراعي مصلحة دولها. لدينا أكثر من 600 مليون مواطن إفريقي لم يروا الكهرباء الآن، ولدينا ثروات طائلة سواء طبيعية سواء الغاز والنفط أو الثروات الطبيعية الأخرى والثروات الزراعية والثروات الحيوانية. بالتالي أرى أن يتم مراعاة هذه الظروف وأن يحيا الأفارقة حياة كريمة في ظل هذه الثروات التي يتمتعون بها. تمت في السابق الحقيقة للأسف الشديد الاستعمار اللي استولى على العديد من الدول ونهب ثرواتها. أعتقد حان الوقت للمعاملة بندية ومراعاة مصلحتنا كأفارقة بالدرجة الأولى.